كيفي معي ساكتة. سكينة ولا شلون؟ ماني ساكتة، لا تعالي طقيني، قومي قومي بس. أطقك شنو خايفة؟ ترى والله علم ديدي حباب عليك. علميها. وأبوي بعد. علمي. سك الراديو. سك الراديو. ماني ساكتة، خليك سك الراديو. ماني ساكتة. قلت لك سك الراديو. لا زين ايش حكى كذي بس قاعدة يقطع. صابتك يلا امشي يا بنيتي امشي. هذا انت وانتو ثنتين ما تقدرون تحاسنون، شلون لو تزيدون وتصيرون ثلاث ولا اربع؟ حظي. شوفي عاد انا باخذها وياي، وانا ادري فيك كله انت العائله، كله انت النجريه، انت الفتيتينه، نيتيني داري فلعتك ببطل ولا بكبر ما عندي. اها يلا امشي امشي بس يلا صيري عاجل عاد انت العوده. يلا وي صبت شاي ديدة؟ ايه صبي لي استكانة شاي. ما تقعدون راكدين؟ لا اله الا الله. لا العودة تخضع للصغيرة ولا الصغيرة تحترم العودة. ابد. ناجر تقولين بينهم حلال الحين قاعدين يوزعونه. حظكم حتى طاح حظكم يطيح. هات هالوقت. طول نهارهم هالروادم، هذيك حاطه راسها رادم وهذه براسها رادم وهذه براسها مذاكره، ما صارت لا. وهالرادم يشتغل وابد ما يقعدون، ويقعدون على حيلهم يسمعون، لا مناقز وانفصوا وما ادري ايش يسوون. تفضل ايديني. مشكوره. هسه ما حطيتي لي بس شكر وايد. قطيعة. شنو طعم الجاج؟ حاطين فيه؟ أنا حاطة فيهن. وأنا حاطة القاع. وأنا حاطة ماي ورد. يحد طبت مثل الينية. ومن اللي قايل لك والله تعالي هني؟ ديدة عشان الحزاية أنا جيت هني. إيش حقه حاطة ماي ورد؟ ما أدري لبطوط الشابة. وبس. البط الشابه خربتوا علينا الشاي. يا ودوزين يا ودوي سوي غيره ديده. لا لا ما بيك تسوين غيره. انا ايش قايلك؟ ما قايله ترى ببط راسك واكبر ما عندي الحين. ديده ولي سلمك. سامحني سامحني بس ديده عفوا سامحني. انا ما بيني وبينك شيء. انا اللي ابي تصيرون عقال هادين مثل بنات الناس. هل اللي تلقين في البيت 10 و11 ولا لهم حس، وكل واحد يحلف براس الثاني والبنت تحلف براس اختها، وانتوا ابد ثنتين وبدوير واحده، دويره واحده تقعدون تناجرون، واحده تنقد الثانيه تقول حمام. قومي الحين سامحي من اختك اللي اكبر منك. اي اسفه ناديان. يلا عافيه. اي ابيكم كذي. اي ابيكم كذي تصيرون عقال. يلا عاد حازيني. أحازيكم. إيه. إذا صرتوا عقال ومتفقين وبنيات حبوبين وتحبون بعض وتحبون يدتكم. حازيكم ونص. يلا صلوا على النبي. اللهم صل وسلم عليه. اللي أنا وياكم خير لفانا ولفاكم.
وشر تعدانا وتعداكم. زور ابن الزرزور اللي عمره ما حلف ولا كذب زور، ذبح بقه وترى سبعة جدور، خلى للحوم والشحوم على الصواني تدور. انزين تذكرين جديد البارحة وصلنا في حزايتنا؟ انا اقول لكم شيء. لا ما ماكو شيء، اكو واحد اللي عند الباب يصارخ يقول ضايعه مجوهرات ادري ايش فيه. خليدش حاضر. نادش حضره القاضي ضاعوا مجوهراتي ضاعوا. زين استريح تحكي بالعدال وخل نفهم منك شو اللي ضايع. ايش ضايع منك؟ مجوهراتي. وين في ضاعوا منك؟ ضاعوا من السوق. متى جايين؟ امبارح جاي. البارحه امس. وضاعوا منك البارحه. جودة شفيك ما نايم بدونك كذي؟ استغفر الله. شهادة نايم بدون الصيد؟ ضحايا الحين ناس ضحايا؟ ناس ضحايا؟ انت الحين نايم؟ لا انا ذا نشم بروح شوية. وين؟ بروح عند القاضي وسنة شوي برجع. السلام عليكم. عليكم السلام. صباحك الله بالخير حضرتك. ها خير يا جودر؟ خير ان شاء الله. تفضل. هاي السرة اللي لقيتها البارحة بالسوق. هذه السرة؟ اي نعم. حضرة القاضي. ها؟ هاي سرتي حضرة القاضي. قولي سويت حالي حضرة القاضي. صبر. دخيلك حضرة القاضي. صبر. ان شاء الله حضرة القاضي. نتأكد منها ان شاء الله حضرة القاضي. هاي لقيتها وين في؟ بالسوق طال عمرك. بالسوق. عند الماي. عند الماي كذي. زين انت معاك هالاشياء الثمينة هذه قاعد عند الماي، شم قاعدك عند الماي يوم هلك؟ جيت بغيت اشرب شوي ماي ودورت عليهم ماكو. خل متأكد هذا اللي نعم طال عمرك. اي نعم طال عمرك. متأكد؟ اي نعم طال عمرك. يلا عاد الله يسلمك. عطى مكافأة. تحت امرك. عطى مكافأة. تحت امرك اللي امرك. خذ مكافأتك. لا شكرا للقاضي. ها؟ انا مكافأتي اني اكون امين وارجع لك ال عسى الله يخليك. عسى الله يخليك يا جودر. عسى الله يخليك. مشكور. كلك بركة يا جودر. الله يبارك فيك. وارجع عمي القاضي. طول عمرك عمي القاضي. السلام. الله يسلمك. يلا. شكرا لك. السلام. طول عمرك.
جودر ما تبي مكافأة؟ لا والله ما بي حضرة القاضي. يا سلام عليك يا سلام عليك يا جودر. من يقول من يقول اخوانك سليم وسالم؟ بروح هالمرة مكان بعيد، بغير المكان، يمكن الله يساعدني وصيد هناك. عيد وايد يا وليدي؟ والله ما تقريبا مسيرة نص يوم، ويمكن أبات هناك. سرتي بس دير بالك على نفسك عاد. إن شاء الله إن شاء الله. يلا. بس الله يحفظك يا وليدي متشكر. يلا مع السلامة. مع السلامة. خليش سريح. بالك على نفسك يا إما؟ إن شاء الله. يلا طمنا. مع السلامة. مع السلامة. الله الله بنفسك يا إما. يا رب إنك توفجي يا كريم، ترزقه برزقك يا رحم الراحمين. يا اليوم جيتك غريبة يا جودر، خير إن شاء الله. أشوف السالية معاك، ما صد شيء اليوم. لا والله يا حضرة القاضي، اليوم ما صد شيء. خير إن شاء الله. إنما خير إن شاء الله. بس عندي سالفة أحب أقولها لك اليوم. سالفة؟ إي نعم. يقول يا أبوك حاضر. خير إن شاء الله. طال عمرك أنا اليوم رايح أصيد. إيه. بس في مكان بعيد شوية، مو مثل العادة. إيه. وأنا بهذاك المكان ما وعيت إلا بريال غريب عن البلدة. اي نعم. ريال غريب مو من ديرتنا؟ اي نعم مو من ديرتنا. سلم علي وهو يعرف اسمي. ها. انا تعجبت. ريال غريب ويعرف اسمي. تعجبت منه. قال لي شوف يا جودر، انا انسان بقل نفسي بالبحر. اي. وهذا عندك موجود خرج. الخرج موجود. اي. وفي فلوس. أنا بديش بغل نفسي بالبحر، إذا طلعت طلعت ولي موضوع وياك، أما إذا ما طلعت خذ الخرج والفلوس اللي فيه. أنا تعجبت من السالفة، قلت له تعال من حلال بتفاهم وياه، موقف هذا دزني ودش البحر. أو دش البحر أنا قعدت أصوت أصارخ على الناس الصوب هالصوب. إيه موقف هذا، شفت الريال ولا دش داخل ولا طلع، وبعدين وصاني على الخرج، قال لي إذا ما طلعت لك الفلوس والخرج لك. قعدت أنطر أشوف الحين يطلع بعد شوي يطلع، ما طلع، وأنا الحين جاي أستشيرك. وما طلع؟ ما طلع الرجال. يعني غرق؟ غرق. ووصالك بالفلوس؟ إي نعم طلع. الفلوس معك؟ إي نعم موجودين. تفضل حضرتك. شوف يا جودر، ما طول موصى ان اذا غرق وما طلع تاخذ فلوس
فهم حلال عليك، وهذا رزق منوع لك، خذها جودة. انت جيتك هني حقي بهالموضوع هذا دليل امانتك، هذا حلال لك وهذا رزق من الله. سبحان الله، انسان بعيد ويجيني وسلم عليه وتوه ويموت وسلمني الفلوس. الله كريم، مشكور يا حضرة القاضي. حياك الله، وانا اشكرك على هالجيه. ما تقصر يا حضرة القاضي. فما له، مع السلامة. لا لا، سلام. لا سلام، اكيد اكيد سالم وسليم مسوين شيء. اخوانك هذول شياطين، ما يفيد فيهم، طقوهم ما فاد، سجنوهم ما فاد. شو يسوي لهم؟ شو اقول لك يا ابو مصلح؟ شو اقول لك؟ انت عسى الله يهداهم، بس عسى الله يهداهم، عسى الله يهدى الجميع ان شاء الله. ان شاء الله. انت حالتك هاليومين هي عجبتني، ما هي طبيعيه. ابو مصلح، ابو مصلح. اي نعم. لا اقول لك الطول السالفه، سالفة طويلة، بعدين أقول لك. على خير إن شاء الله. خير، أنا جايك بس. آمين. وأنت ريال، فيك البركة. الله يخليك ويبارك. عسى الله يكثر من أمثالك إن شاء الله. الله يسلمك، يا أخوي خجلتني يا أخوي. الله يسلمك. ما أخذ داعي حكي هذا. الله يسلمك. أخوي مو مصلح. سلم. كم حسابك؟ حسابي؟ إي نعم. أفا عليك، بس أفا عليك. إحنا بيني وبين حسابي يا جود الله يعافيك. ولو يا أخوي. خله بعدين، حساب بعدين. شوف متى ما الله ييسر عليك ان شاء الله نجي وانت معنا. لا موجود، الحمد لله، الحمد لله خير عندنا وعندك خير. يعني انت الحمد لله، يعني انا تبي نحسر ولازم انا كاتب لهم قروض يهجمون لك. فيك البركه. يلا يا الله. شوف يا اخوي، عندنا سلمك الله دينارين اعطيتك اياهم سلف، وفي دينارين اخذتهم بعد حق الادام، وفي حساب مال خبز مال 20 يوم. 20؟ اي نعم. بس يا اخوي خذهم بعدين يا جودر، الله يهداك. ولا يهمك، ولا يهمك. لا اله الا الله. شلون عندك خير؟ الله يسلمك ويحييك. يعني حوالي 3 دنانير. تفضل. الله يسلمك. دينار مني لك. عسى الله يطول بعمرك ويخليك، عسى الله يخليك حق العيال. الله يسلمك ويخليك، مشكور كلك بركة، ما قصرت. وانت ما قصرت، ما قصرت، مشكور كلك. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. الحين ممكن القى كم خبز امزحهم لك. انا ما تقصر. الحين ابي نافي. الله يبارك. الله خبز حار يعجبك. ما تقصر، ما تقصر. يا الله. الله حياك الله. يا هلا ابو طيب، حياك الله. حياك الله. سلام. هو جودة. يا الله جودة. كيف حالك؟ خير الله. شلونك؟ الحمد لله. ها. كل شيء جديد. والله. كل شيء جديد. الحمد لله. نعم. أنا ما راح أطول فيك. شو الحساب؟ الأول على الحساب. هنا وين؟ خير خير. على حسابي. لا لا لا، كل واحد يعني. واللي سلمك شيخ حسابي، انا ما احب بيني وبينك ما احب يصير علي دين. تفضل. الله اقول جودة. عندنا شيء جديد. ذهب لك الوين. ذهب يا ذهب يا ام، وبعدين انا انت. الله على كم سنه درهم؟ حلو.
مرحبتين، شلون جودر؟ شلون الصحة؟ شلون الوالدة؟ الحمد لله. الحمد لله، الله يعطيك العافية. تفضل. مشكور مشكور يا أبو العصفور. الله يسعدك. ليش هالاسراف يا ولدي؟ خير خير وايد يا يمه، الله كريم. من اليوم ورايح بعد ماكو سلف، خلاص ماكو دين. اي بس يلا وايد يا جودر، هذا مو يكلف. هذا انا اليوم صدت صيد كبير وايد. عاد بهالكثر؟ هل؟ الكثر يجي فقرات؟ إيه خير خير من الله. بعدين يما الحين انت ايش حد تساليني؟ اشوف يما تعبان، هاي هداك. ما هو يعني خليني شوي ارتاح ممكن؟ اي وليدي قم 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 ارتاح. أغراض وفلوس، هذا وينها؟ نينا يما قلت ليش ما صيد لي اليوم صيد زين وبعته، وبعدين هذا من الرزاق مقسم الأرزاق سبحانه وتعالى. يا الله برحمتك يا رحمن الرحيمين يا رب. ما ترانا يوحان دوت زهبين لنا أكل شوية إن شاء الله. ممكن زهرتي الأكل؟ ما ديش تبي أطبخ لك يا جودة؟ الله يحب هالشريم. إيش حاجة بحد تطبخين؟ عندنا ممكن تطلبين حمام محشي، دياي مقلي، ولا غوزي، ولا
اللي تبينه. جودر. خير. يما ليش ما تقول لي وين هذا كله؟ أنا قلت لك اليوم تعبان وبعدين تعرفين ولا تدرين؟ باشر ما تعرفين بس قاعدين من الصبح من الفير. فير؟ من الفير من الصبح ما شو؟ بعدين أقول لك. شوفوا يا بنياتي نام لا جودر ليلته وهو يحلم أحلام مزعجة الله يكافينا الشر. يوم أدى الصبح يت أمه وقعدته قام وعين من الله خير وتوضى وصلى وبعدين أخذ ساليته حطها على كتفه وراح حق البحر مثل عادته. أكيد هالمرة بيصيد سمك. إيه عيل ولا شيء بيصيد، يصيد وادم يصيد سمك. المهم كمل. شوفوا يا بنياتي صار اليوم الثالث وشال جودر ساليته مثل عادته وراح للبحر ويوم إنه قعد على البحر فكر إنه لازم يعرف السر. معلوم لو أنا منه لازم أعرف السر. والله لو أنا منه لا أهتم ولا أسأل. أنت متى مهتمة في الناس حتى تهتمين في الحزاية ولا في جودة؟ ما اهتميتي في حد. أنت ما تحبين إلا روحك وبس. لكن هذا يا بنيتي خيرتك تعرفينه ما هو بزين. لازم تحبين الناس على نفسك. من جاي كمل. إيه سمعوا. جودر ساليته فرشها قعد على يالي البحر وقعد ينطر وينطر وينطر. ايش ينطر ديدا؟ ايش ينطر قولي ودين؟ ايش ينطر؟ ايش ينطر؟ ينطر. ايش ينطر؟ ايش دراني ايش ينطر؟ بس يا تنمو بس ماكو فايدة. قامت تثاو قومي ينطر. كملت يعني ينطر. لكن أنا أنطر النوم يتني. قوموا بس ماكو فايدة. يلا روحوا ديدا تصبحين على خير. يتني النوم. تصبحون على خير.